اهلا بيكم متابعين ومتابعي جلاله الدستور. النهارده احنا في منزل عائشه الثالثه مقرر على الثانويه العامه الشعب الادبيه، واحنا في محافظه اسكندريه وبنت اسكندريه. هنتكلم معاها النهارده عن تفاصيل ازاي عرفت الخبر، ازاي تلقت الخبر النهارده بنجاحها وتفوقها وحصولها على المركز الثالث، وطريقه المذاكره وحاجات كتير قوي عائشه مرت بيها خلال السنه ده. ازيك يا عائشه؟ ازاي حضرتك؟ انا تمام الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. والله وانا كنت نايمه وصاحبتي اتصلت عليا وماما ردت وكده، وقالت لها ان انا طالعه في اول حاجه الرابعه، بعد كده بقى عرفنا ان انا الثالثه وكده بس يعني. طب قولي لي بقى عائشه، عايزين نعرف كنت بتذاكري كام ساعه، تشتغل ازاي على نفسك عشان خاطر تطلعي من الاول؟ بصي، انا عدد الساعات ما كنتش بحددها، بحيث ان انا قدامي كم لازم يخلص، الكم ده بقى خد 3 ساعات، خد 4، يخلص زي ما يخلص انا لازم اخلصه. حتى لو اضطريت اني اقوم اليوم اللي بعده بدري انه لازم يخلص، لانه لو ما خلص هيبوظ لي الجدول كله يعني. طب قولي لي، طيب في اواخر الايام كان في عدد معين من الساعات ضغطتي على نفسك مثلا زياده؟ انا كنت بذاكر كل يوم كل الوقت يعني، ما عنديش وقت في الاخر خالص، ما كانش عندي وقت فاضي خالص الصراحه، كنت دايما ورايا حاجات، اخلص ماده بتيجي ماده تانية، حتى لو الماده التانية مخلصاها بس انت عندك جزء لازم تراجعيه، جزء لازم تحلي عليه، تشوفي افكار مثلا من حد تاني كده يعني، كذا نوع مصدر مثلا. طيب انت عايزه تخشي كليه ايه؟ اقتصاد وعلوم سياسيه ان شاء الله. اقتصاد وعلوم سياسيه. انا كنت حاطه قدامي اقتصاد بنسبه كبيره وفي ألسن واعلام، فانا لو ما كانتش جات اقتصاد كنت هدخل ألسن اعلام الصراحه، وكنت اليومين دول انا كنت محتاره بينهم جدا، لو ما كانتش اقتصاد يعني قلت ألسن والاعلام، بحيث ان انا بحب اللغه جدا وبحب مجال الاعلام جدا، فكان بالنسبه لي اتنين. واخترت اقتصاد ليه؟ انا عايزه ادخل قسم اقتصاد ان شاء الله. اخترت اقتصاد لان حسيت ان هو ممكن يجمع لي بين الثلاثه، بحيث ان انا لو دخلت اقتصاد انجليش هيبقى كده خدت اللغه، ولو اشتغلت مثلا محلله اقتصاديه فانا كده دخلت في مجال الاعلام برضو، وطبعا غير شركات الاستثمار والبنوك والحاجات دي كلها. توفيق يا رب. انا عايزه اقول الثانويه العامه كنا شايفين السنه دي الامتحانات كانت صعبه، كان في كلام كتير على صعوبة الامتحانات، انت كنت شايفة الامتحانات ازاي؟ الامتحانات كان طبعا كانت صعبة، بس هو ده الطبيعي بتاع الامتحان يعني، هو الامتحان مش هيجي لك سهل، انت ثانوية عامة برضه يعني، انت بتنهي مرحلة وبتبدأ مرحلة جديدة. الفكرة بس ان انت في الامتحان تعرف تتعامل مع الامتحان، تكون هادي ومركز، لو انت هادي ومركز حتى لو مش مذاكر كويس قوي بس لو يعني هتعرف تتعامل، لكن لو مذاكر ومذاكر جامد يعني زي ما بيقولوا وفقدت التركيز او فقدت الهدوء الدنيا هتبوظ منك، ولازم تبقى مركز ان هو بيلعب بقى على قبل وبعد بيلعب. يلا طبعا سعيد جدا طبعا لما تحس ان مجهودك وتعبها جاء نتيجه دي حاجه تفرح طبعا. قول لي بقى كنت بتشجعها مع عائشه ازاي؟ ما بزعل بشجعها ولا شد حيلك من اولى ثانوي وانا عمال عكسها ولا ايه؟ التلفزيون جاي البيت عندنا، التلفزيون جاي البيت. طلع ايوه بقى يعني شعورك النهارده ايه؟ فرحانه 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 فرحانه، مش قادره من الفرح، حاسه ان قلبي هيقف. ربنا يا رب يفرحك دايما يا رب. قولي لي حبيبتي، انت كنت متوقعه ان عائشه تطلع من ضمن الاوائل؟ لا والله انا كنت متوقعه هتنجح، ان مجموع حلو، ما كنتش حاسه انها هتطلع من الاوائل، لا كنت بدعي صراحه، بس كنت بقول يعني هتنجح تجيب مجموع حلو، لانها يعني من امبارح واحنا كنا النهارده المفروض هروح نعمل اللهم صل على النبي، هنعمل في الاعلام ندفع تعمل الاختبارات. وبعدين حاجه قالت لي، قلت لها لا استني شويه، استني شويه انك هتسافري وكده، استني شويه هتروحي مصر تعملي اختبار، استني شويه لعله خير لعله خير. وفعلا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله حبيبتي.